أخيراً بعد انتظار طويل وشهور أقدر أقول لكم حياكم الله في كشمير، لأنه مثل ما تعرفون آخر مرة جيت هنا مرضت ورجعت وتعرفون إيش صار لي يعني، والحمد لله رديت في رمضان. اليوم تقريباً 21 رمضان، فاليوم جاي استكشف كشمير في رمضان. خلونا الحين من الطبيعة، لأن إحنا في شهر رمضان وأجواء شهر رمضان في أي مكان ما تتكرر طول السنة، الطبيعة نقدر نحصلها في أي وقت. فعشان كذا اليوم راح نشوف أجواء رمضان والأسواق الشعبية في كشمير، وبالتحديد في مدينة سرينغر. فخلونا نبدأ جولتنا في الأسواق الشعبية هنا، شلون يبيعون البضائع والأشياء اللي يعني تنباع في الأسواق. وفي النهاية راح نشوف الإفطار، إيش هي موائد الإفطار وإيش الأشياء اللي يحطونها في الإفطار، وراح نفطر سوا ونشوف أجواء الإفطار هنا في المسجد. في كل بلدان العالم تقريبا يستخدمون الحواجز اللي نفس هذه، لكن في كشمير تقريبا كل مكان تحصل الأسلاك الشائكة نفس هذه. هنا يعني نوعا ما متجنبينها، لكن تقريبا كل مكان تحصل أسلاك. هذا هو السندي بازار أو سوق الأحد. اليوم يوم الأحد، عشان كذا هنا راح نحصل سوق اسمه سندي بازار، ويسوونه يوم الأحد. هو من اسمه سوق يوم الأحد، فهو السوق يسوونه يوم الأحد، وكل الناس يجون من حوالين كشمير أو حوالين مدينة سرينغر ويشترون من هنا. المشكلة أن العساكر هنا في كل مكان، السيارات الزرقاء هذه سيارات العساكر، ويمنعون التصوير في المنطقة، يقولون لا تصورونها يعني. فمن شوي قالوا لي روح صور هناك في جهة ثانية، فجيت لجهة ثانية وقاعد أصور هنا. هذا هو مدخل السوق أو البداية في السوق. فمثل ما نشوف فواكه، ملابس، أحذية، وكل شيء تقريبا ينباع في السوق. فخلينا ناخذ جولة في السوق ونشوف إيش بعد في أشياء موجودة هنا وإيش الأسعار مثلا. خلينا نشوف حتى ملابس داخلية، شنط وجوارب وكل شيء. كل ما تغلغلنا في السوق أكثر حصلنا أشياء أكثر وزحمة أكثر طبعا. هنا سوق الأحذية الله يكرمكم، وصراحة في منه أشياء وأنواع كثيرة. شوفوا الحين مثلا هذيلا هم العساكر، ما أدري إذا هم من الجيش ولا العسكر، لأن الحين زيهم تغير شوي، يعني تحصلهم في كل مكان، كل نص كيلو كذا تحصلهم، وقاعدين يحركون الناس ويكلمونهم. الحين السوق خلص هنا تقريبا، وفي جسر الجهة الثانية، فبنعدي الجسر ونشوف إذا في أسواق ثانية أو إيش اللي موجود هناك. خلينا نشوف. وبعد مرة ثانية هنا سيارتهم أو المدرعات حقتهم، وهذا هو الجسر اللي ودينا للجهة الثانية. فالظاهر هنا سوق السمك، هنا يبيعون السمك. هنا في نهر أو بحيرة ما أدري إيش يسمونها، وعلى الأطراف هنا ناس يبيعون السمك. هنا بعد وحدة تبيع سمك. خلينا نشوف إيش أنواع السمك عندهم. السلام عليكم. يهينكي مچلي هي؟ يهانتو سمندر نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ تالاب کی مچلی ہوگی؟ یہ کون سی مچلی ہے؟ روہو ہے. اور وہ گولڈن ہے. یہ کیسے ہے؟ 1100 روپے کلو. 250. اچھا میں سوچ رہا ہوں 1100 تو بہت مہنگی ہوگی. اور یہ کتنے کی ہے؟ اور یہ سب یہی تالاب کی ہے کہ کوئی اور؟ دارجل. اچھا. فهي تقول ان الاسماك اللي هنا كلها من البحيرة هذه، وبعضها من البحيرات الثانية. هنا يبيع البهارات، والخلفية وراه حلوة، يعني لولا الشبك الخلفية زينة. والجهة الثانية للجسر نفس الشيء، مواصلين محلات شو اسمه الملابس والجوارب والبهارات والاشياء اللي نفس كذا. بس والله المنظر حلو كذا، معطيه لوك. السماء زرقاء وتحتها المباني القديمة هذه، وهنا الأسواق. انطباع جدا حلو للمدينة القديمة، شيء نفس كذا يعني. هذه باصات التاكسي عندهم وشكلها جدا مميزة. ولأول مرة في الهند أشوف يبيعون زولية، أو مو الهند على حسب يعني كلام أهل كشمير، مع أنه رسميا ضمن الهند. يعني أول مرة أشوف زولية تنباع كذا في الشارع هنا. فللمعلومة يا جماعة، الكشمير اللي أنا فيها حاليا يعني هي تعتبر رسميا في الهند، لكن أهل كشمير اللي هنا ما يعتبرون نفسهم داخل الهند، يعتبرون
كشمير دولتهم دولة محايدة، يعني معظم أهل كشمير حتى ما يعتبرون نفسهم لا باكستان ولا الهند، يبون دولة مستقلة، يعني يبون كشمير تكون دولة مستقلة لا تابعة للهند ولا تابعة لباكستان. لكن طبعا في نسبة صغيرة منهم يبون ينضمون للهند ونسبة لباكستان، لكن الجزء الأكبر يبون دولة مستقلة اسمها كشمير. شوفوا هذه مواصلات النقل العامة هنا، الباصات شكلها جدا حلوة، باصات صغيرة كذا وتودي الناس العوام هنا. وهنا العساكر تحصلهم في كل مكان طبعا، ماشيين في الشارع ما ادري ايش يسوون والله، كل شوي تحصلهم. بس انا كنت متعمد اصورهم الحين بشوف يكلموني ولا ما يكلموني، لكن انا استغربت انهم ما كلموني وتحركوا، بس يمكن لان سوق. انا كنت مفكر ان السوق خلص هنا، لكن او كل ما تتقدم تحصل منطقة اكبر من السوق، يعني هناك السوق عرضه زاد اكثر وكبر السوق. الشيء اللي لفت انتباهي حاليا، لاني اتوقع انه هو هذه سنتر المدينة، هنا الاسواق مثل ما نشوفنا سندي بازار، وهنا في النص هو الممشى نفس الدول الاوروبية وتركيا. حتى في الهند المدن الجبلية تقدر تقول نفس شملة ومنالي تحصل فيهم الممشى في النص كذا، وعلى اليمين واليسار كذا تحصل اسواق. انا الصراحة ما ادري اذا هي الفكرة جاية من عندنا ولا من عند الاوروبيين، لكن الفكرة حلوة. لكن هنا مثل ما تشوفون انه فاضي، يمكن بسبب رمضان او لاسباب ثانية ما ادري والله. هذه منطقة اسواق، لكن الظاهر انهم مسكرين اليوم بسبب انه يوم الاحد يوم الاجازة. وشوفوا هنا شلون اشكال المباني واشكال البيوت جدا حلوة، شكلها قديمة كذا. هالشيء ما يلفت انتباهكم ان السماء هنا كل ما كانت تحصلها زرقاء، على عكس المناطق الثانية في الهند. هنا انا صراحة كل شيء قاعد يلفت انتباهي يعني، ومعجب جدا بالبنايات اللي هنا والبيوت القديمة. الحين طالعين من منطقة الاسواق وراجعين الى المسجد، فالحين بنطلع على البحيرة والاطلالة بتكون جدا حلوة. شوفوا شلون صارت الاطلالة جدا حلوة على البحيرة، تأملوا بس في الصورة محلاها، السماء زرقاء والجبال قدامنا وخضار وبحر وبحيرة يعني. وبعد السفينة، هذه السفينة الناس هنا يأجرونها نفس الفنادق ويرقدون فيها بالليل، فان شاء الله بنجربها. في كشمير حصلت هالمبنى المهجور، وسألت واحد من المارين اللي هنا فقالوا لي انه مبنى مهجور بس لانه انحرق. انا اول شيء فكرت يمكن كان في هجوم او من الجيش شيء نفس كذا، لكن القصة طلعت بسيطة لان كان في احتراق في المبنى فعشان كذا صار مهجور. لكن الشيء المميز هنا تحت في جرافيتي هنا او الرسومات اللي تكون نفس هذا، فمكتوب ديواري مهرباني يعني جدار الرحمة او شيء نفس كذا. وبعد كاتبين هنا hang if you have، يعني إذا عندك شيء من الملابس علق هنا، و take if you need، إذا أنت محتاج الملابس خذها. فالكونسبت جدا حلو. الحين باقي نص ساعة تقريبا على الإفطار، ووصلنا عند المسجد عشان نشوف أجواء الإفطار وبعد نفطر في المسجد. فالظاهر أنهم بادين الترتيبات والتجهيزات حق الإفطار. تصميم المسجد جدا حلو، شوف شلون، والتصميم عبارة عن طوب بس وخشب، وهنا حتى يعني يسمى بالمسجد الخشبي والودن مسجد شيء نفس كذا. طيب الحين وصلت المسجد يا جماعة، لكن التنظيم طلع أحسن بكثير مما تتوقع. شوفوا يعني فريق كامل قاعد ينظم الإفطار، يعني من فواكه والأشياء الثانية اللي موجودة هناك. وهنا حاطين خيمة، وتحت الخيمة هناك الناس كذا بيصفون وبيقعدون ويفطرون ويا بعض. وهنا مجهزين العصائر وقاعدين يحطونها على السفرة، وهنا الفريق كامل شغال وقاعد يجهز الافطار. الله يجزاهم الخير، عندهم يعني فواكه واشياء، يعني التنظيم جدا راقي ومرتب، يعني مو نفس كل الاماكن في الهند، هنا جدا نظيف ومرتب، طبق وصحن وكل شيء يعني. خلينا الحين نشوف موضوع الخيمة والتجهيزات من تحت. هذه طريقة التوزيع عندهم، يجيبون الأطباق في سلة واحدة ويوزعونهم هنا. جزاك الله خير باي كرنيكيلي. اللي عجبني جدا هنا النظافة، مو نفس كل مكان في الهند يعني. الحين بدأ يوزع المشروب، يعطيهم العافية والله، يعني مرتبين على الآخر. أنا جدا عجبني اللي شفته هنا.
تشوفوا شنو مكتوب وراه في الجسم الزي اللي راب لابسه، مكتوب خادم، خادم بلال مسجد، هو مسجد بلال يعني خادم في المسجد. How many people break their fast here? So it's like 700 or 800 people daily are being served here, and irrespective of anything, anyone can come over here. It's a huge number. Yeah, yeah, exactly. And it happens from day one of Ramadan. Okay. So it's not like from for few days or for some special days, from day one to day 30. Yeah. Yeah. So it's complete month 30 days. Yeah, yeah, exactly. خلال دقائق بس الناس كثرت هنا وجاءوا ناس كثيرين جدا للإفطار. فأتوقع الرقم يمكن ما رح يكون 700-800، بس الرقم رح يكون كبير، ويمكن الإفطار رح يمتد للحديقة اللي هناك. كذا قعدت مع الجماعة عشان الإفطار، وبعد شوي رح يكون وقت الإفطار ورح نفطر سوا إن شاء الله. هذه وجبة الإفطار يا جماعة، معظمها فواكه من موز وبطيخ وشمام وتمر وحبة شيء من المقالي، ما أعرف إيش هو بالضبط، لكن رح نعرفه بعدين لما ناكل. شوف شلون الزحمة صارت والناس كثرت وصارت ناس كثيرة. بداية الإفطار كذا مع الأدعي. الحين صار وقت الإفطار ورح نفطر. بسم الله. شوفوا كل واحد قط كلاصة والبقايا الطعام وكذا هنا، وهنا الصحن، فشيء حلو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. شوفوا منظر المسجد بالليل تغير بعد الغروب، وهنا الناس طالعة ومخلصين الصلاة ورايحين إلى وجهاتهم. كذا كان اليوم الأول في كشمير، وشوفنا الأسواق الشعبية وأجواء رمضان والإفطار في كشمير. فالحين أبي أسألكم، إيش حابين تشوفوا في كشمير في الأيام المتبقية من رمضان؟ فأكتبوا لي في التعليقات إيش حابين تشوفون هنا، وأعطوني أفكاركم وآراءكم. إيش بعد أنتوا يمكن تعرفون شيء أشياء أنا ما أعرفها، أكتبوا لي في التعليقات. وإذا استنستوا بالفيديو لا تنسوا اللايك والتعليق والاشتراك، ومع السلامة، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.